الله يجازيكم بخير، نداء للسيد عامل اقليم جديده باش يلتفت لنا هذه الانتفاته ديال هذه الطريق هذه، لان الطريق الرئيسيه اللي كتدخل للدوار هذا اللي فيه اكثر من 30,000 نسمه، وهذه الطريق الرئيسيه انتم كما كتشوفوا الطريق اللي عندنا هي هذه حالتها حاله. هاد الناس كيقاولونا كيواعدونا بالوعود الكاذبه، كيديروا بينا حملات انتخابيه، كيصوروا اللي بغاو وينشروا اللي بغاو ويديروا المغالطات للساكنه. كفايه استحمار للساكنه، راه عيب عليكم وحشومه تبقاو تصوروا في المغالطات وتشوفوا البلاصه اللي فيها البافي وتصوروها. ياك هذه الطريق الرئيسيه، الا كنت كذاب تابعوني، الا ما كانتش هذه الطريق الرئيسيه ديال دوار ولاد سعد اللي فيه اكثر من 30,000 نسمه، راه حشومه وعيب وعار نبقاو نشوفوا بهذا الشيء وساكتين. الله يجازيك بخير، التفت لينا التفت لينا واعتقنا كما اعتقتي جميع دخلتي في جميع المواقف وحليتي لهم المشاكل ديالهم. عندنا الطريق، نداء لينا راه عندنا لك الطريق، نداء لهاد الساكنه وباسم هاد الساكنه كنقول لك الطريق هي اللي عندنا فيها المشكل حاليا. ابار على البافي في الزناقي شي مصايب وشي ما مصابش، الواد الحار شي مصايب وشي ما مصايب وشي ما مصايبش، ولكن الطريق الرئيسيه راه هي اللي عندنا. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين وكما كشاف معنا شوف تي في، المعاناه ديال الساكنه مع هذا المعبر الوحيد اللي عندها والمسلك الوحيد اللي كيدخل للدوار. احنا من هذا المنبر هذا كجمعويين تلقينا مجموعه ديال الشكاوي ديال الساكنه اللي هي بزاف، وكيكون واحد التدخل من عند المسؤولين اللي كيسكت هاد السياء ديال الساكنه وهاد المعاناه ديال الساكنه. ولكن احنا مده واحد 3 سنين او 4 سنوات وحنا كنتسناو اللي ما بقيناش قادرين نصبروا، اصبح الحال لا يحتمل. لهذا كناشدوا السيد العامل انه يتدخل ويسرع في اصلاح الطريق هذه. كما كنشوفوا ان راه بدات يعني ما بقاش خاصه بزاف، راه بدات البديه ديالها هذه الدخله ديالها واحد نصف كيلومتر تقريبا. هنا راه واقفه وقفات عدد البلاصه، علاش ما عرفناش علاش صراحه. راي الجماعه كيقول انه خاصو يشري الطريق هنا وداك الشيء، حنا كنستغربوا على الرد ديالو، لانه اصلا كاينه البلاصه ديال الطريق كاينه 6 متر ديال الواد، يعني الطريق ديال الواد فيها 6 متر هي كافيه انها تدوز في هذاك الطريق. هذا هو الشرح ديال هذه المساله، وكنتمنى التدخل الجهه المسؤوله. وانت كتشوف الساكنه، حنا جينا شحال مره كنوحلوا في هذه الطريق هذه، مازال دابا راه كاينه الشمس فهمتي، يعني راه دزنا تكون الشارع ما تدوش فهمتي. انا اخويا هو هذه الطريق المزيان حنا كندوزوا معاه، انت كتشوف الربعه راه لا علاقه فهمتي. انا اخويا وبغينا الناس يديروا معنا شي حل، هادشي اللي كاين هو خويا. حنا ديما في هذه الحاله في هذه الطريق بحقها ديما مكرفسين بحقها، كيجيو عندنا الناس ديال المرشحين وداك الشيء غاتصايب غاتصايب والكاذبه وصافي ما كاين حتى حاجه. احنا غنصيبوا الطريق، احنا غنصيبوها الواد الحار هو داز، شوف الحاله كي دايره الشتا كتكون ديز من دابا راه الوقت ناشف شويه، لا تزتي في الشتا راه مصيبه والله ما تلقى منين تدوز. اما دابا راه الحال ناشف الوقت ناشف شويه راه كتلقى منين تدوز. وليدات مدرسه احنا عندنا موطور كتبوها، شوف حالته كي دايره خويا. هاد الركارات اللي داروا لنا هاد الناس هنا في الطريق دابا تقريبا جايه لواحد سنتين ملي كتكون الشتا، هادشي كلشي كيولي عندنا الشلالات ديال الواد الحار كلهم هنا، والريحه قهراتنا قهراتنا خويا الريحه، راه الكريات كاملين تقريبا ما مدايرينش، هادي وهادي كلهم كيفيضوا كيولي هنا عندنا لابيسين ديال الواد الحار والخنز. ودابا جايه لواحد عام ونص تقريبا وما كيقولنا اليوم غدا اليوم غدا، وتا الاناره راه شي شاعل شي ما شاعلش. وبالنسبه للطريق راه حنا مكرفسين بزاف، وماشي بزاف 340 متر تقريبا بالضبط عابرينها بالطوموبيل، وكاين التكرفيس وكاين الريحه بزاف، الريحه كنعيشوا بها في الدار. هاد الطريق هادي دابا عامين هادي باش دارت هنا، فاش تصوب هذا هي المدخل، هذا هو اللي غادي ينفس الطريق الوحيده اللي غتنفس على هذيك الطريق ديال الربعين اللي دابا كلها خاسره، الناس كلها كتجه كتدخل من هنا، وانتم كتشوفوها ها هي عامين والحاله ها هي مجريه.